بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا طلبة المرحلة الثانية في قسم الهندسة المدنية، نكون محاضراتنا في مادة تكنولوجيا الخرسانة للجانب العملي للفصل الثاني، والذي بدأنا به الفحوصات النان ديستركتيف تيست اللي فحوصات الاتلافية، وتكلمنا بالمحاضرة السابقة على الفحص الاتراسونيك أو الفحص الموجات الفوق الصوتية. اليوم نكمل هذا الفحص. قلنا هذا به عدة طرق لإجراء هذا الفحص. الفحص الطريقة الأولى اللي هي الدايركت ميثود، اللي هي الطريقة المباشرة. وقلنا احنا هذا الفحص هو يتكون الجهاز من قطبين أو حساسين، اللي هو الجانب الأيمن والجانب الأيسر. هنا أشوف هذا النموذج ماتي لهذا، نشوف الكونكريت. هذا شوفونه الجانب الايمن والجانب الايسر، هذا نموذج الكونكريت. هذا الترانسديوسر از هيلد اون اوبزيت فيسز اوف ذا ممبر اندر تيست. يقول نضع القطبين تو ترانسديوسرز اوبزيت، يعني بشكل معاكس، اوكي، بالجانبين، اوكي، فتطلق الموجات الصوتيه من هذا الجانب وتستلم من هذا الجانب، اوكي، او بالعكس، اوكي، خلال نموذج الكونكريت. هاي شو يسمى الطريقة؟ يسمى الدايركت ميثود. الطريقة الثانية اللي هي الاندايركت ميثود، الطريقة الغير مباشرة. It is used only on face of the concrete is accessible. In this configuration the transducers is less different efficient than direct method because the maximum energy on the pulse is being direct into the concrete. يقول هاي اقل دقة، هاي طريقة اقل دقة من الطريقة المباشرة. ليش؟ يقول لي يعني هنا يصرف كمية عالية من الطاقة لدخول او سير الموجات الصوتية داخل النموذج من الطريقة المباشرة. This method will not give information about weaker concrete. يقول هاي الطريقة ما تعطينا يعني الكونكريت بصورة دقيقة لطبيعة الكونكريت. شوف هاي الطريقة شو نخلي هاي القطب الأقطاب نخليها هيك شيء، نخليها هيك يعني هاي الطريقة، ونقوم نتنقل بهذا يعني نثبت الترانسديوزر رقم مثلا A والبي ننقله، هنا نخلي البي، بعدين نغير هنا نخليه ناخذ قراءة، وهنا نخليه ناخذ قراءة، وهكذا، وتدخل الموجات الصوتية من هذا الجانب ويستلمها بالجانب الآخر، ونقيس المسافة بين هذا القطب وهذا القطب وهذا القطب وهذا القطب، وناخذ المعدل. فقلنا الطريقة أقل دقة من الطريقة المباشرة. الطريقة الثالثة اللي هي سيمي دايركت ميثود. شوفوا الطريقة سيمي دايركت ميثود. The method in this method the transducers place on opposite faces but not directly opposite each other. يعني خليها نحن بصورة معاكسة، لكن مو بصورة مباشرة. يعني هذا الترانسديوسر ما نخليه هنا، خليناه هنا، اوكي. هاي يسموها indirect method، والمسافة نقيسها بين السنتر مال هذا القطب الى السنتر مال هذا القطب على مود هذا اللينك. اذا هنا فناخذ اللينك من هنا، اذا هنا لا ناخذ من السنتر الى السنتر مال الترانسديوسر. apparatus and material، الاجهزة والمواد المستخدمة هذا الفحص. عندنا اول ترانسميتر بروب، ريسيفر بروب، اند تايم ميجرنج ديفايس، بوندد ديفايس، كومون ديفايس، اللي هو هذا اللي هو قلنا ترانسميترز وريسيفر، يعني واحد المستلم والباعث والمستلم، اوكي. هذا يشوفون قطبين وهذا الجهاز، اوكي، اللي يصدر الموجات الصوتيه وياخذ القراءات. كالبريشن ماتيريال، اكو كالبريشن ماتيريال، اكو بار يسموه كالبريشن، هذا موجود طبعا بالمختبر تشوفونه ان شاء الله اذا اجرينا الفحص بالحضوري، ان شاء الله نشوف نجري هذا الفحص. جريز اور بتروليوم جيلي، اللي هو الجريز هذا الدهن، هذا الدهن او الجريز راح ندهن بالمكان اللي نخلي به القطب، هذا ندهن نموذج على مود شكو مسامات، شكو فقاعات هوائيه موجوده على سطح الكونكريت تنسد بحيث تعطي قراءة أكثر دقة.
طرق الفحص. هسه نيجي نشوف طريقة الفحص اللي هي locate dry location in the structure. نحدد النقاط والموقع اللي هو بالستراكشر ويكون يكون جاف. clean the surface of concrete to remove dirt and scales. يعني شكو شوائب موجودة على النموذج أو سطح النموذج نمسحها أو ننظفها. smoothing with the grinding wheel. نسوي إذا كان الخشن السطح خشن أو بين نتوءات راح نسوي له grinding أي بالجلي، يعني نقشط هذه النتوءات ونساويها. measure the distance between the grade point where the transmitter and the receiver are to be placed. نقيس المسافة بين القطبين، نقيس المسافة بين القطبين عاود نشوف المسافة ايش قد ونعرض القراءة. apply grease or petroleum jelly on the grid point. نخلي الجيلي او الجريز نتن بي قلنا المكان اللي نخلي بيه القطب او الاقطاب. place the transmitter and receiver on the predetermined grid point. يعني نضغط القطبين نضغطهن على النموذج بحيث تعطي قراءة دقيقة. switch on the ultrasonic device pulse velocity meter and the transfer time on the display is recorded. هاي بعد نشغل الجهاز هذا الديفايس نشغله اللي يطرق الموجات فوق الصوتية وناخذ القراءات ناخذ التايم اللي يسجلها ان هذا الجهاز. compute the velocity by record the time and measure the distance. ونقيس ال velocity بقياس المسافة، يعني هي ال velocity هي ال length على التايم، عندنا ال length وعندنا التايم ناخذ ال velocity. بس هو طبعا هذا الجهاز يعطينا القراءة مباشرة. calculation and result. شلون نجري الحسابات؟ find the velocity by the use the following. velocity length على التايم، وال velocity هو قلنا ال velocity هي ال velocity of pulse اللي هي سرعة الموجات الصوتية. length هو الباث length، والtime taken in the pulse the transmitter transverse and that length. والtime هو time taken by the pulse اللي هو time يطلق به الوقت اللي يطلق به الموجات الصوتية. estimation the compressive strength of concrete may be determined by pulse velocity from pulse velocity either by اما نقيس ال velocity او compressive strength بهاي الطريقة، اما علاقة بين اللي هي graphical طريقة الرسوم او طريقة التحليل. هسه نجي نشوف طريقة الرسوم اللي نوجد منها ال velocity وال R، علاقة بين ال velocity وال R والهنا ال compressive strength وكذلك هنا. اوكي هسه نجي نشوف الطريقتين. طريقة الجرافيكال graphical correlation between V and R. V and R اللي هي velocity والcompressive strength. هاي هنا أنا أشوفها عندي هذا رسم، هاي مجموعة من الخلطات، هاي الميكس بروبورشن نسب الخلط، هاي ما أخذ نماذج مختلفة من نسب الخلط. أوكي عندي السرعة أسقطها على هذا يا مثلا يا كيرف ناخذه، مثلا الخلطة مالتي 1 1 2 1 1 2 اللي هي الدوائر، أسقط هاي مالتي هذا الكيرف، اسقط الفيلوسيتي اطلع الكومبرسيف سترينث. هاي كومبرسيف سترينث. اوكي هاي مجموعه من النماذج مال الخلطات نسب الخلط. هنا عندي هذا النموذج واحد اللي هو هذا نعتمده بتجربه مال اثنين. اوكي لان هاي هنا الدخون نخاف راح ناخذ هاي شويه دوكم ناخذ عندنا الفيلوسيتي من الجهاز اسقطها على هذا الكيرف واسقط هنا ايش يعطيني الكومبرسيف سترينث. اقدر اوجد الكومبرسيف سترينث بالكيلوغرام على سنتيمتر مربع واحولها اذا تردون تحولوها للنيوتن على المليمتر مربع للميجا باسكال، هاي بعد يومكم انتم تحولوها. اوكي هاي شغلات وحدات. وهاي هنا الفيلوسيتي بالكيلو متر على السكن، هنا الفيلوسيتي بالمتر على السكن. اوكي هاي طريقه الجرافيكال كورليشن، طريقه الرسوم. هنا انا ايش عندي؟ هنا انا طريقة الاناليتيكال، طريقة التحليل اللي هي معادلة في اف اف كونكريت اف سي اللي هي الكونكريت، عندي الفيلوسيتي هاي المعادلة اجت الاف سب اف برايم سي اللي هو مقاومة الانضغاط، وعندي مقاومة الانضغاط اذا كان مثلا هنا انا عندي الفيلوسيتي اندايركت فعندي علاقة ويا الدايركت، واذا كانت دايركت اقدر اجد الاندايركت
وانا طالبه منكم. هنا الاف برايم كونكريت باللابوراتوري اللي هي المختبريه، انا وجدت هاي مثلا نقول العمليه، انا المختبريه اقسمها على 0.85 يعطيني المختبريه. هذا جدول، يعني هذا الجدول هنا نسجل به مثلا المعلومات عندي، التايم، اللينث، الفيلوسيتي اندايركت، الفيلوسيتي دايركت، اف برايم سي، اف برايم سي اللاب، واجد الافرج. هاي اذا اخذنا مجموعه من النقاط ونحسب منها كل من الافرج مالتها. هاي شوف الطريقة هنا، هاي الدايركت، هاي الدايركت ميثود. شوف هنا دهنا النموذج واخذنا قراءات، يعطينا القراءات مباشرة بهذا الجهاز. بعد ان اعاير، طبعا هنا سووا معايرة للجهاز، قلنا اكو كالبريشن بار موجود بالمختبر ونوجد المعايرة مالته قبل اجراء صح. هاي هنا اذا اخذنا اندايركت ميثود قلنا ناخذ نقاط نثبت هذا ونغير القطب، هذا نغيره هنا وهنا وهنا وناخذ القراءات. الديسكشن شو نسوي؟ نناقش الالتراسونيك تيست شلون طريقته مثلا اهميته، ونناقش النماذج والتاثير على النماذج وطبيعه النماذج، اذا كانت دراي، ان كانت ويت، اذا كانت رطبه او جافه، طبعا يفضل جافه لان رطبه ما تعطي قراءه صحيحه. هاي هنا ايش بعطيكم انا؟ هاي طبعا كل جروب يسوي، كل جروب انتم مقسمين جروبات، طبعا كل جروب يشكل من 3 الى 4 طلبه ويسوون تقرير، كل جروب يسوي لنا تقرير. ايش بعطيكم انا هنا؟ اربع نماذج، اخذت لكل واحد قراءه. النموذج هنا ايش قد السمك مالته؟ اللينك 200 180 بالمليمتر، واخذت القراءه، نعطيكم راسا القراءه الفيلوسيتي. هاي الفيلوسيتي طبعا هنا دايركت راح اسقطوها على الجدول ذاك، نستخدم الجرافيكال ميثود، توجدون الاف كونكريت وتدخلوه بالمعادله مال الاناليتيكال، تطلعون الاف سي لللابوراتوري، اوكي للمختبري، وتوجدون هم تستخدمون المعادله وتوجدون، يعني شو تسوون؟ هنا سقطوها، توجدون الاف برايم سي على سقطوها على الجراف، زين؟ من المعادله اوجد المختبريه، زين؟ وعندي هنا في دايركت، من المعادله هم اوجد الفي ان دايركت، اوكي؟ وتناقشون النتائج وتقدمون تقرير. كل جروب يقدم تقرير. شكرا لإصغائكم، وأمنياتي للجميع بالتوفيق الدائم.